الخياط للبلاد على غرار بالسكرة الواد سوف يعود إلى السلطات العليا للبلاد. سيدي الوالي كما تعرفوا هذا تم اليوم بإذن الله وضع حيز الخدمة لمشروع استراتيجي ومهم بالنسبة للولاية وبالنسبة لمنطقة بوسعادة، وهو الطريق الاجتنابي لبني بوسعادة على مسافة 15 كيلومتر. هذا الطريق الاجتنابي الذي يعني الحمد لله اليوم فك العزلة، فك الخناق على مدينة بوسعادة، لأنه كان كل حركة المرور من الجنوب الشرقي للبلاد يعني على غرار بالسكرة وتسوف مغير ولا جلال كانوا يجوزوا على وسط المدينة. اليوم راهم يجوزوا على الطريق التجنبي هذا، مما مكن من ربح في الوقت وكذلك ربح في المسافة. والله نعمة، والله ما كانت داش نعمة صح، لأن بوسعادة كانت هي المشكل الوحيد. بوسعادة هي أنا والله كدير الطريق هذا كانت نعمة ما شاء الله. هذا يعتبر مكسب حقيقي للمواطنين والسائقين، وايضا مكسب حقيقي لمدينه بوسعاده، يخفف عنها الضغط وخاصه شاحنه الوزن الثقيل.